الخيرات والمسرات. اليوم ان شاء الله يضحي برب العالمين حنديروا دو سابلي، واحد بالشوكولا ونديروا له ان فوغاج بزاف شباب ونديروا له بيان سور ان غلاساج، والثاني حنديروا ان سابلي فريابل من اروع ما يكون، اون بات داين بسيط ولكن صدقوني البنه تاعو رائعه. ندوزوا للمطبخ باش ندو كامل التفاصيل. باش نبداو الوصفه تاعنا نقولوا بسم الله. هنا في هذه الصحفه نحط 125 غرام من الزبده، نحط عليها كي مغرفه كبيره تاع السكر الناعم، الله الله، ونضيف عليها كذلك هكذا مغرفه مليحه تاع العسل، هكذا ندير رشه تاع لافاني ورشه تاع الملح. لافاني ونضيف عليها الكاكاو، عندي منه مغرفة ونص، ونضيف عليها مغرفة تاع بودرة الحليب، حتعطي لها واحد البنة هايلة هكذا. نحرك هاد المقادير غير بيدي مع إضافة قبل ما ننساوش صفار زوج حبات بيض هامليك. نرطب المزيج زبدة، شوفوا شحال هي طرية، العسل، ودوكا مابقى عليا غير نجمع بالفرينة حتى وين تحصل على اون بات تكون طرية مليحة. دونك لمينا العجينة ديالنا ورانا دردرنا اتان الفرينة ونحلوها، ما تكونش رقيقة بزاف، عادي كيما السابلي هكذا، وكل واحد ياخذ الشكل اللي يحبو. انا عندي هاد الشكل سابلي، كل واحد يدير واش يحب. وبيان سور لي شوت نلمهم بلا ما نعجنهم هكذا، اوب مع عجينه جديده هاك نطبق عليهم ونحل. حبيبات ودوكا ندخلهم يطيبوا على كوشه، نكون سخنتها ديجا من قبل على 170 درجه، ما حاش يقضوا لي اكثر من 8 دقائق. لي سابلي ديالي طابولي من اروع ما يكون، شوفوا ليا خداو لي واحد 8 دقائق حبه على حبه. عندي هنايا ان براليني بيستاش، ولا كاين شوكولا اتارتيني بيستاش، ولا تحبوا مام ان براليني تاع الجوز تاع اللوزان كرانشي، واش ما حبيتو برك باش نبدلو، سينو تقدروا ديروا واش ما حبيتو. ونجي لهنايا اوب نديرو غير واش لازم هكذا، باش ما ديبوردليناش، لاننا على بالكم حنديروا الكلاصاج تاع الشوكولا، دونك نروحوا غير بالمهل هكذا ونغلق فوالا. ذوبت شوكولا لهنايا طابليطه وحده تكون شوكولا بالحليب، ودرت قطعه برك تاع شوكولاته سوداء، ودرت مغرفه تاع الزيت. ونجي ونقول بسم الله وناخذ فرشيطه هكذا ونديروا لو غلاساج. من الجهه الاخرى نحط ان بلاطو، ندير فيه ان بابي كويسون بيان سور باش نحطوا الحبه تاعنا ما تلصقناش. نقول بسم الله ونحط في القصعه ديالي 250 غرام تاع الزبده، يقابلهم ثلاثه هنا كاين تاع صفار البيض
هكذايا رشه تاع الملح مليحه. لافاني نقدروا نديروا مبشور ليمون حيكون هايل. نضيف السكر الناعم وعندي منه 150 غرام هكذا، ونضيف كذلك بودرة اللوز. معناتها كي تكونوا تستعملوا اللوز للمشوك ولا واش ما درتوا به، الغبرة نحطوها حتكون إضافة رائعة. أنا كنا درنا المشوك ديت الكونكاسي، وهذه البودرة حبيت نبنن هنا بها حتكون إضافة رائعة. وعندي كانا نشا، وعندي منشا 50 غرام. نعجن كل شيء كيف كيف. ودوكا ما بقى ليا غير ناخذ الفرينه ونقعد نجمع، ندير رشه هكا قرصه تاع الخماره فقط. اوب هكذا حتى تحصلق على قوام عجينه صابلي ما تكون تتلاصق اكيد. وقرصه خماره نقول بسم الله هكذا، شوفوا ليا. العجينة تاعي انطمت، راهي هايلة ما تلصقش ولكن طرية، شوفوا ليا. دونك في هذه المرحلة نتوقف ننظف سطح العمل ونعود نكملو. نحط كمية من العجين ما نديرهاش كامل دفعة واحدة، رشة خفيفة تاع الفرينة هكذا ابان ابان. ونجيب الحليون ونفتحوها، كل واحد كيفاش يحب السابلي. كاين اللي يحبو رقيق، وكاين شوفو كش راهي مشتي كاع بهذوك لي بيستاش غبرة، يعطيلو إضافة رائعة هكذا. اوب وكل واحد يدي تشكيله تاع الطوابع اللي يحبها. انا حبيت ندير تشكيله، عندي هنا هذا المثلث يجي شباب يجي هايل. اوب نعرفوا كيفاش نطبعوا باش ندو اكبر عدد تاع الحبات. دونك هكذا ناخذ كوبات هايليك، شوفوا ليا هايليك. لي شكلي قعدوا كي العاده، لا ما نعجنهم، نجي ونحط هكا مع اضافه كميه جديده تاع الصابلي هكذا. راهو طري يعطيني الطوع. نعاود غير هكا نخبيه في النص ونعاود نفتح رشه خفيفه فرينة ونفتح. الصابلي ديالي كامل طاب، وهذا هو اللون اللي ضروري تحصلوا عليه. دونك يكونوا طيبين للقلب وكانني بهم، شوفوا حميمرين ماشي محروقين ولكن طيبين مشتي بهذيك لابودغ تاع البيستاش. هاكا نديروهم. ودوكا ما بقى ليا غير ناخذ لا جولي نلصق حبه ما حبه، اللي يحب يدير المعجون تاع المشمش له ذلك. كملنا كامل لا ميزون بلاس، لصقنا حبه مع حبه بلا جولي. ودوكا لا ديكو، كل واحد يدير واش ما حب. عندي هاد لو بانسو هكذا ندير في النص هكذا خط لا مواتي برك، ابان ابان ندهنها بلا جولي. واش حبيتو ديرو، لوز افيلي، لي بيستاش، كاوكاو محمص، الله الله، كل واحد يدير واش حب. والجزء الثاني تحبوا تخلوه، تحبوا تزيدوا له شويه تاع السكر الناعم، حيجي بزاف شباب هكذايا. ونزيدو في الجزء الثاني شويه تاع السكر الناعم. صابلي تاع نهار اليوم وجد كيما شفتوا معايا جميع المراحل.
حضرنا هذيك لاباط اللي تجي رائعه، درنا لها العسل الكاكاو الفاخر ودرنا الفوغاج ديالنا بهذاك لو بخاليني تاع لي بيستاش. قلت لكم تقدروا ديروا شوكولا اتارتيني بيستاش ولا حتى بخاليني جوز ولا واش ما حبيتوا، درناها بعده اشكال. صدقوني جات خير وبركه، عطاتني 30 حبه بالتمام والكمال. شوفوا لي هنا ما درتش دي كيسات، ولكن شوفوا كي ديروا لي كيسات وشحال يجوا شبان وشحال فريمون يكونوا هكذا كنقيين. شوكولا اللي استعملتها شوكولا التاج، يعني باش نقول لكم مليحه. خلطت شوكولا بالحليب وقطعه واحده تاع شوكولاته سوداء، ودرت مام هذا الموديل سامبل هكا دي زيكزاك تاع شوكولا، ولا غير جاوا بزاف شبان، ما راحت لي حتى حبيبه، كاملين جاوا هايلين. بالي بلي تحبوا تشوفوا النتيجه عن قرب، اوب 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 شوفوا ليا اوب. صابي تاع نهار اليوم وجدت احلى بات سابلي ممكن تعتمدوها، ديروها بلا ما ديروا كامل هاد التفاصيل تاع لا ديكو، ويجي رائع، يجي طايب للقلب، يجي فخياب لي داين من اروع ما يكون. كيما هنايا هاد الطابع خدمنا ديجا به المقروط، واذا راكو شافيين تاع الكوشه شوفوا ليا درت له لي بيستاش من الجوانب، وهنا في النص معجون تاع الفراوله، ولكن درت له شويه تاع الجلوكوز باش ما يديبورديش كي تدو في ليزاسيات، يقعد كي تحطوا النقطه تقعد نقطه. ودرنا هذا الشكل تاع القلوب يا جماعه، شحال جا الشباب. شوفوا ليا هنا رمتو في اللوز خليتو سامبل، وكاين اللي درت له لي بيستاش مع السكر الناعم. كل تزيين يدي صابلي في اتجاه، ولكن البنه وحده، بنه على بنه. ودرنا هاد لي بيراميد وشحال شبان وشحال يشهو مع هادوك لي زاموند افيلي غريي دي صابلي من اروع ما يكون. واذا جربتوا الوصفه حتفرحوا بزاف بزاف. نتمنى تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم وتفرحوا بها، وما تنساوش تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.